شكرا للمنابر الإعلامية التي حضرت معنا في هذا اللقاء التواصلي مع المندوبين. اللقاء التواصلي مع المندوبين يأتي في إطار القانون الأساسي الذي ينص على أن اللقاء مع المندوبين من نساء ورجال التعليم كل سنة، لكن ظروف ديال الكوفيد 2019 لم تسمح لنا بعقد هذه الاجتماعات كل سنة، مما جعلنا نتأخر لمدة سنتين. نجتمع اليوم في لقاء تواصلي مع مندوبي ومندوبات مؤسسة الأعمال الاجتماعية لنطلعهم على ما حققه المكتب من مكاسب. ثم تقدم السيد الأمين بعرض مفصل حول أنشطة المكتب، سواء التقرير الأدبي أو المالي. بعد ذلك تمت المناقشة من طرف المندوبين، وتم الاتفاق على مجموعة التوصيات، وهي أولا تخصيص عمرة لأحد نساء أو رجال التعليم المتقاعدين. ثم تم الاتفاق على تكريم المتقاعدين يوم 14 ماي 2022، إضافة إلى الاتفاق على قرعة يوم تكريم المتقاعدين اللي غادي يتصادف 14 ماي 2022. كذلك بلغنا الإخوان المندوبين ومن خلالهم النساء ورجال التعليم أن المكتب سيشرع في بناء قاعة رياضية، فرغم العراقيل التي واجهتنا لمدة 3 أشهر إلا أننا استطعنا أن نربح الرهان، وهو قاعة متعددة، قاعة الرياضة المواهب متعددة الاختصاصات. فشكرا لكل المساهمين، شكرا لنساء ورجال التعليم الذين لبوا الدعوة للحضور، وشكرا لكم. تحية. اليوم كما كتشوف كان عندنا لقاء تواصلي مع المندوبين انسجاما مع المضامين ديال القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال التعليم، اللي كتنص على جمع على مجلس إقليمي ديال المندوبين كل سنة. السنة الفارطة ما تمكناش بسبب الظروف ديال الكوفيد. هاد السنة حاولنا نستدركوا، لأن بقات هاد السنة هذه في عمر المكتب. خلال المجلس تم نقاش مجموعة من المحاور اللي هي أساسية وكتشكل دعامة أساسية في النهوض بالعمل الاجتماعي على مستوى الإقليم. الحمد لله الميزانية يعني ديال المؤسسة كتعرف واحد الارتفاع يعني ملحوظ سنة على أخرى. حاليا نقدر نصرح نقول بأنه راه من 9.5 مليون، هذه واحد 19 سنة، من 9.5 مليون دابا حاليا كاينه 265 مليون تقريبا عند المؤسسة. فيها ان ستوك، فيها شي حوايج اللي هي عينية، وفيها طبعا أموال نقدية. المؤسسة كتقدم مجموعة من الخدمات المنخرطين ديالها، من بينها حفل التمييز السنوي لأبناء رجال التعليم المنخرطين، تكريم المتقاعدين من نساء ورجال التعليم. كاين مجموعة ديال الخدمات كنحاولوا ما أمكن أننا نزيد نفتحوا على خدمات أخرى من قبل التعاقد مع جمعيات ديال ذوي الاحتياجات الخاصة. المساعدة ديال نساء ورجال التعليم اللي عندهم وليداتهم مساكن مرض يعني معروف بما يعرف بالتوحد ولا أمراض أخرى. احنا مستقبلا يعني حاليا بين المشاريع اللي راها مشاريع اللي في طور الإنجاز بشراكة مع مؤسسة محمد السادس، عندنا مشروع ديال القاعة الرياضية اللي هو مشروع كبير، قاعة رياضية مجهزة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لأطر التربية والتكوين. حاليا وصلنا يعني اللمسات الأخيرة، الملف القانوني جاهز، بقى لنا غير نوصلوه لأمبورتي، نوصلوه للمؤسسة.